سكوتر زي بياجو انا عنوان حلقه اليوم من اوتو فوكس. راح نتعرف على ثلاثه رياضات جديده، خلوكم معنا بعد لحظات لنزيد من التفاصيل. بس انا رحب مره جديده بصديقنا مستر جو سالوتي، سيلز مانجر بان بخاطر. هاي جو. هاي جورج. يوم كمان سكوترز، يعني هي حل اساسي اليوم للعجله بلبنان، وخاصه عم نحكي بياجيو اسم عريق بدرجات او بالسكوترز بالعالم. ثلاث رياضات اليوم رح نشوفهم معك. خبرنا اليوم مره جديده قبل ما نفوت نحكي عنهم، قد ايه اليوم بتسهل علينا حياتنا السكوتر بلبنان؟ اكيد خاصه جورج. بالطرقات الضيقه خاصه بقلب بيروت. صحيح. نعم. جورج، اليوم كل شخص عم يتنقل على سكوتر بقلب بيروت بطريقه مثل ما بنحكي نحن على طول سيف، وبتمثل البايكس بلبنان والصوره الصحيحه تبعهم، بيكون عم بيوفر كثير على حاله من الناحيه الماديه، مصاري وباركينج وبنزين، ومن ناحيه ستريس العجله، وعم بيكونوا بالاشخاص برودكتيف اكثر يلي عم يتنقلوا ويروحوا ويجوا بالسكوترز، بس اهم شيء يكونوا عم يتنقلوا بالطريقه الصحيحه. عم تشوف كمان ديزاين كثير حلو لهالسكوترز. صحيح. يعني اليوم بدايه خبرنا عن البيفرلي. نعم. بستايل كثير حلو، كون كومبينيشن الالوان بين البيرل وايت وحتى البدله الكرسي البنيه والاسود كثير حلوين عليها. صحيح. بترك كل تفاصيل لك، بدايه خبرنا عن الاوبشنز اللي فيها اليوم. بس تنحكي بلشت بدايه حلقتك عم تحكي عن بياجيو جروب. بياجيو جروب من مصنعين المصنع عملاق بعالم الموتويات، اللي هو الوكيل اللي هو مصنع تبع ابريليا، فيسبا، موتو جوتزي، جيليرا، وبياجيو السكوترز يلي شايفينه معنا بحلقتنا اليوم. معنا البياجيو ليبرتي، خلينا نبلش فيها. هي 300 سي سي مثل ما شايفينها، عند الهاي ويلز يلي بيساعدوا على كومفورت اكثر على الطريق. نعم. وما للاشخاص يلي بدها تستعملها كل يوم لوقت طويل بتساعد كثير الهاي ويلز. زيد على هيك من ناحيه سيفتي بعدد ديزاين، من ناحيه سيفتي عم نحكي بي بي اس وتراكشن كنترول. تراكشن كنترول نرجع بنذكر كيف السياره بتضوي لك لا اس ار على التابلو، بس تدعس بنزين كثير تكون بدها تعمل اوفر سبين. سو كرمال هيك اليوم سكوتر عم نحكي بي اس وتراكشن كنترول. ضيف عليها الليد لايتس، وضيف عليها ديجيتال داشبورد، اضافه للديزاين الحلو. اضافه للديزاين. صحيح. اليوم بيفرلي ستارتنج برايس تبعها، ستارتنج برايس 4999 دولار لهي الجمعه على اوتو فوكس. 4999 دولار انكلودينج تي في ا جورج، مع 2 ييرز وارنتي، انليميتد مايلج قد ما مشي فيها الشخص، موتور، فيتاس، كهرباء مكفوله على الموتور. واثقين لانه أكيد, اكيد من تصنيع الرائع جدا هالسكوتر. وصل لليبرتي طراز. نعم. اصغر اكيد عم نحكي هون. كمان مع الـ ABS. كل الموتوات الجديدة والسكوترز عم نشوف فيها ABS. صحيح. نحن عم نفضل، في عندك الاوبشن تطلبها مع ABS ولا بلا ABS. نحن عم نفضل للطرقات وللزفت الموجود عندنا اضبط نسوق مع ABS، حتى لو كانت بعض الاحصنة صغير. يعني سكوتر اليوم اكيد فيها تكون بلا ABS، بس اليوم كمان عم تجي اليوم توصل ليبرتي ل 120 كيلومتر بالساعة. سكوتر مثل ما شايفين كمان هاي ويل، ليد لايت، ديجيتال داشبورد، بتولد 12.9 احصنة يلي هي اعلى كاتيجوري بال 150 سي سي. نعم. بين كل الكومبيتيشن مثل ما شايفينها كمان كثير مرتبه. هي والبيفرلي بيركب لهم توب بوكس وبيركب لهم ازاز من قدام، شكلهم بصير كمان بعد احلى من هيك أكثر. والشخص يلي بده يحط اغراض او بده يتنقل فيها كل يوم بده يحط اغراض بقلب البوكس، اضافه للسبيس اللي بتساع تحت الكرسي، كمان فيه يحط الهلمت، فيه يحط لابتوب، فيه يحط حيلا شغله معه. سعره ستارتنج برايس، سعره جورج 2499 دولار، كمان ما ضمن تي في اوت و ييرز وارنتي انليميتد. هذا سعر كثير حلو ومع هالمواصفات الرائعه والشكل كمان كثير جورج. بس اعطيك اكزامبل عن فكره التقسيط. اليوم الليبرتي فينا نقسطها، كل المطويات فينا نقسطهم، بس الليبرتي اكزامبل سندها بيكون 95 دولار بالشهر على 3 سنين بلا دفعه اولى. اقل من 100 دولار. اقل من 100 دولار انت بس باركينج مينيموم بتوفر 100,000 بالشهر، لانه سكوتر ما بدها محل كبير، فينا نصفها بحيالله محل، بس اهم شيء نحط لها ديسك للسيفتي او الارم. اوكي. وصل للطراز الاكبر من البياجيو الاكس 10. اكس 10 350 مريحه جدا، بتساع يعني اذا بدك للرحلات الطويله شخصين بكل سهوله عايشين قاعدين عليها. الكرسي كثير عريضه. نعم. والشكل كمان تبعها كثير اكيد. هي بفئه الماكسي سكوترز 350 سي سي جورج، بتولد 33 حصان. 33 حصان يعني نحكي بتوب سبيد تقريبا 160 تو 170، فينا نروح فيها حيالله محل بلبنان. مثل ما حكيت السيت تبعها سوبر كومفورت، مريحه كثير، بينزاد لها توب بوكس كمان من ورا مع الباك راست الجلد، في بيقعد الشخص الوراني مرتاح، وعم نحكي بايروداينامكس بيساعده كثير اذا اليوم طلعنا اوتوستراد وهاي سبيد
التعديل، الايروداينامكس تبعها مع الازازه العاليه لترد عن الشخص اللي عم بسوقها. مظبوط، الشيب تبع الازاز كمان معموله كرمال تفوت فيها الهواء بطريقه ممتازه ويردوا عن الرايدر. والحلو كثير هو الفرونت فيو تبعها، رح نشوف الفرونت فيو للاكستام، حاسه سياره شوي يعني. صحيح. من الناحيه الاماميه وهالضوء العريض اللي فيها كمان عطيها شكل رائع جدا. ستارتنج برايس اكستام، ستارتنج برايس هو $5,299 سوري سعره، وكمان فينا نقسطها بدفعه حسب بين $150 و$200 قد ما دافعين دفعه اولى او بلا دفعه اولى فينا نحصل على هيدي السكوتر. وهم تشوفوا هلا الفرونت فيو كان عم نحكي عنها قد ايه عريضه او حلوه وقد ايه هالضوء LED lights حلو كثير فيها وهاي ويلز وديسك بريك. جو بعد ما تعرفنا على الكرازات الثلاثه كمان بدنا نذكر بالسيفتي حتى لو عم نسوق سكوتر. أكيد. مش انه لانه سكوتر عم نحط هلمت ضروري دائما. وبدي زيد شغله جورج للاشخاص اللي بيقولوا انه رايحين مشوار صغير، صح، حسب احصاءات عالميا 80% من الحوادث بيصيروا مع الشخص بمكان قريب من عمله او مكان قريب من سكنه. ما تستلش ولا مره، على طول البسوا الكاسك، حطوا جاكيت، حطوا الجلوفز، وما تخفوا بموضوع السيفتي ابدا، وسوقوا على مهلكم وانجوي ات. ثانك يو جو على كل هالانفوز. بنلاقيكم بكره بحلقه جديده وبدرجات ناريه جديده وسكوتر جديد اكيد على ام تي في باوتو فوكس. الى اللقاء. ثانك يو.